ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد الرحمن الطريري. سيد عبد الرحمن، مساء الخير وأهلا بك. ما تعليقكم على هذه السقطة الدبلوماسية من قبل كندا بشأن المملكة؟ أنا أعتقد أن كان رد حاسم من المملكة العربية السعودية على تصريحات سواء وزيرة الخارجية أو حتى السفير. كان هناك بعض التجاوزات تحصل من كندا بين الوقت والآخر، وحتى نقاشات داخلية داخل كندا على مسألة مثلا تصدير الأسلحة إلى المملكة، ولكن السعودية لم تكن تعلق لأنه لم يكن هناك تصريح رسمي يتدخل في الشؤون الداخلية المملكة. ولكن عندما خرج تصريح هو سيء ويكسر كل الأعراف الدبلوماسية الحقيقة وينتهك سيادة المملكة، كان هناك رد حاسم، وهو حاسم على أكثر من مستوى. يعني أولا القول بأن السفير غير مرغوب في المدة الزمنية التي منحت للسفير هي قصيرة جدا، تجميد جميع التعاملات التجارية المقبلة، نحن نتكلم على أكثر من مليار ومئة مليون دولار هو حجم الصادرات الكندية للمملكة في العام الماضي مثل 2017، وبالتالي كان الرد الحقيقة قوي، ولا أعتقد أنه كندا توقعت هذا الرد، وبالتالي هذا ما يفسر الانعكاس على العملة الكندية اليوم. نعم، أيضا يعني سيد عبد الرحمن، من جانب آخر، كيف يعني رأي التفاعل سواء التفاعل الذي امتد إلى دول خليجية وعربية بشأن هذا التصريح من قبل كندا وتدخلها في شأن داخل المملكة؟ أنا أعتقد كان في تأييد من أكثر من دولة، وهو تأكيد أولا على حق المملكة في السيادة، والأمر الآخر هو تأكيد على دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يشعر حتى الشعوب العربية أن السعودية في قراراتها هي تمثلهم. نعم، السيد عبد الرحمن الطريري الكاتب والمحلل السياسي من الرياض، شكرا جزيلا لك.